متابعي قناة بي ستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الأخت الكبرى لسهيلة بن لشهب، وبعد أن دخلت المستشفى قلق الجمهور السهلاوي عليها كثيرا، إلا أنها طمأنت الجمهور وعادت في اليوم الموالي لتتكفل ببنت العرب الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب. فلطالما أبدعت الأخت الكبرى في تزيين سهيلة بن لشهب. وسهيلة في برنامجها أربح مع ساهو مطالبة يوميا بأن تطلع على متابعيها في أحدث إطلالة لها، وها هي الآن تظهر كالأميرات. سهيلة اختارت هذه المرة فستان مزيج بين العصري والتقليدي باللون الأصفر. حسب رأيكم هل وفقت سهيلة بن لشهب في هذه الإطلالة؟ اتركوا لنا آراءكم في صندوق التعليقات، ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بي ستارز.